هنشتغل في البيتزا. مقادير عجينه البيتزا على الشاشه، والتوبنج بتاعها سجق بلدي، زيتون، جبنه، فلفل، بصل، زي ما انت حابه. مش عايزين الحاجات ديت، ممكن نعملها بالتونه، نعملها بالدجاج، نعملها باللحمه، حسب الرغبه. ولكن يهمني مقادير العجينه على الشاشه، بسيطه وسهله. 4 كوب من الدقيق، الكوبايه اللي تعيني بها الدقيق تعيني بها زبادي، وواحد كوب من الزبادي. ليه زبادي مع عجينه البيتزا يا شيف في رمضان؟ عشان تبقى العجينه طريه ونغذيها شويه، بندعمها بالزبادي لانه بروتين حيواني. وبتحطي 4 معالق من زيت الزيتون او 1/4 كوب، والماده المتخمره عباره عن معلقه خميره مع معلقه سكر، بتدوبيهم مع بعض عشان تضمني تشغيل الخميره، وشويه ملح. حلو الكلام؟ كل دول مع بعضيهم وبتعجني العجينه بتاعتك. بنوصل للمرحله دي مع بعض. اللهم صل على النبي. طبعا انا بختصر الوقت ان احنا نجيب بقى عجان ونقعد نشغل العجان ويصدع راسنا لا انا عجنت العجينه الخامات اللي انا قلتها، اقولها تاني بسرعه كده والعجينه بين ايديا. 4 كوبايات من الدقيق، بنحط عليهم 1 كوب من الزبادي، 1/4 كوب من زيت الزيتون، ذره ملح ورشه ملح، دول نقلبهم مع بعض. بنجيب في طبق تاني صغير معلقه خميره مع معلقه سكر، ميه دافيه، ونقلبهم. فاره الخميره واديتك رغوه بيضاء، اعرف ان الخميره شغاله. وتحط الخميره مع السكر مع الدقيق مع كله وتعجني العجينه بتاعتك. احتاجت شويه ميه دافيين زودي لها، احتاجت شويه حليب حطي لها حسب الرغبه. السائل الباقي ميه وحليب. عجنت العجينه، بعد ما بتعجنيها مباشره بتسيبيها تريح لمده 10 دقائق. بعد ال 10 دقايق يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، بتفرديها في صينيه بالحجم اللي انت حباه، وتسيبيها تاخد المرحله التخميريه ديت. دي مهمه جدا. وتبداي بعد ما تاخد التخميره الثانيه لمده 10 دقايق او 15 دقيقه حسب درجه حراره المطبخ، بتبداي تشتغلي فيها بصوابع ايدك كده. اللي هو ايه؟ بجهز مجان للتوبنج اللي هي صوص الطماطم الحلو. طب صوص الطماطم بيتعمل ازاي يا مغازي؟ واحده واحده علينا يا غالي. حلو، موضوع بسيطة. ادي البيتزا معانا، نوسع كده عشان مخرجنا الجميل الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. حلو. طيب التوبنج معايا مميز شوية، طماطم، بصل على النار، بنحط زي معلقتين زيت زيتون، بنحمرهم مع شوية زعتر حلوين، نسيب البصلاية مع التومة يتحمروا والزعتر، بننزل عليهم بعصير طماطم ومعلقة كاتشب أو معلقة معجون طماطم. والشيف المغذي دايما بيدعم الحاجه بدواعم كتيره قوي. يعني انا احب دايما مع صوص البيتزا شويه مكسرات مطحونه، معايا عين جمل. هتقول لا ابدا، بالعكس، ده انا بعززها. اصبح ان البيتزا هنا فيها كل حاجه حلوه. حطيت شويه عين جمل مطحونين، فول سوداني مطحون، لوز يا مزاج اللوز حطيه في قلبيها. شفت ازاي؟ تمام. والملح والفلفل طبعا والزعتر في قلب الايه؟ الصوص. تمام، هناخد الصوص الحلو ده كده ونبدا نوزعه يا عم الشيف على وش البيتزا واحنا شغالين مع بعض. ينزل صوص الطماطم ده كده. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف. بس طبعا لازم تسيبيه يغلي على النار ويتسبك كده وياخد وقته، خلي بالك. لان هو ده الاساس برضو. انا شخصيا بحب الصلصه بتاعت البيتزا اللي على البيتزا بتبقى قليله شويه عشان استطعم الحشوه، اذا كانت جمبري، اذا كانت فراخ، ايا كان هو يعني. وابدا اوزع التوبنج بتاعنا ده كده على وش البيتزا بالشكل ده كده اهو. شفت اللي انا عامله بصوابع ايدي؟ هو ده المقصود من الموضوع. بتنزل الصلصه في قلب الاماكن دي كده. نوسع الدنيا كده شويه، تعالوا بقى نحط البيتزا كده ونشتغل فيها. انا مش عايزاها بالسجق، عايزاها باي حشوه ان كانت، مفيش مشكله، حسب الرغبه. قدامي اهيت، وتعالوا نحط عليها بقى الحشوات بتاعتنا. دايما الجبنه يا شيف مغازي بتنشف معانا على وش البيتزا، معاك حق. ليه؟ لانك انت بتحط البيتزا في درجه حراره الفرن في مكان غلط. فانا هقول لك دلوقتي ازاي تساوي البيتزا وفي نفس الوقت الجبنه ما تنشفش منك وتبقى تمط كده زي المحلات. هناخد مع بعض السجق كده نوزعه على وش البيتزا. زي الفل. وهتسيبوني انا اشتغل بيتزا لوحدي؟ طب انا لو اشتغلت فيها لوحدي هفطر بيها لوحدي. نطلع فاصل صغير؟ طبعا نطلع فاصل صغير وسيبوني اعيش، لان عايز اتفنن وارسم لوحه فنيه مع التوبنج بتاع البيتزا الحلوه اللي بهديها للاطفال الحلوين اللي لازم نشجعهم على الصيام. خلينا نطلع فاصل صغير ونسمع كلام الكبير، اوعى تروحوا بعيد.
البصلايه بتاعه البيتزا لازم تفركها بايدك كده عشان ما تنزلش في مكان واحد، تنزل بالشكل الحلو ده كده. اه انا برسم لوحه فنيه، معايا فلفل رومي. اه اذا الاولاد بيحبوا الفلفل الرومي حط، نحط فلفل رومي. اه لازم البيتزا دي كمان عشان لما نفطر منها الباقي منها نتسحر بيه، مش هتقول لا. اه حلو قوي. وناخد كمان يا عم الشيف طماطم شيري حلوه، نحطها زي ما هي كده، الاطفال بيحبوا الحاجات الحلوه دي كده شبه الفراوله، يا بتاع الفراوله اهي، مش هتقول لا، دلعيها. اه معانا جبنه موزاريلا ومعانا نوعين من الزيتون، بعض الاطفال بيشوفوا الزيتون الاخضر برؤيه تانية، الزيتون الاسود برؤيه تانية. انا عندي بنت ما بتحبش الزيتون الاسود في البيتزا، تحب الزيتون الاخضر. حلو كده. اه والله، فنحط الاثنين اهو، مش هنخسر حاجه. اهو اهو كده زي الفل. ده الزيتون، كلمات كلمات كلمات، اهو زي الفل. وناخد الزيتون الاخضر برضه عشان الاطفال الحلوين. حلو. اخر حاجه الجبنه، مش هحطها دلوقتي، هقول لك انت الجبنه نحطها على وش البيتزا دي. اه زي الفل. اللهم صل على النبي. عينيا، حاضر. هنعمل ان شاء الله عندنا يوم مشويات باذن الله، نعمل ستيك مشوي مع شويه سجق مشوي مع كفته مشويه، شيش طاووق مشوي، رشه الزعتر دي. حلو. عينيا، حاضر. يوم العزومه المصريه نعمل مشويات. حاضر يا استاذ ريحان، حاضر. شوف اهو ده بقى الكلام، التفاصيل دي بقى. رشه الزعتر على وش البيتزايا بتنقلها من مكان لمكان، يعني مثلا من مصر لايطاليا، هو ده طعم الزعتر مع الباستا كلها عموما. يعني هناخد البيتزايا زي ما هي كده، وقول لي مكانها فين دي يا فاروق، وريني بقى خبره السنين معايا بقى. لا للاسف والله هي تحت في ارضيه الفرن للاسف. اه والله انا كان نفسي والله اسمع الكلام، بس قول معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها من داخل الفرن. حلو. اه يلا اقفل الفرن والتفاصيل اهو، بص عليها كده يلا. اه هو ده. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف ازاي نطبق الشركسيه مع عين الجمل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. اخبار البيتزا ايه؟ ما نبص عليها كده. اخبار البيتزا، اوبا، صلي على رسول الله، جاهزه، خلونا نطلعها. نتفرج عليها كده واحنا قاعدين بنغرف الايه في الشركسيه. شيل الحاجات دي من هنا. اللهم صل على النبي. يلا. وادي احلى بيتزا للاطفال الحلوين، واحلى اطفال في الدنيا بيصوموا بيسمعوا كلام بابي ومامي. الف هنا وشفا اهي. يلا. ايه الجمال والحلاوه دي؟ عيش يا فاروق.